حرب اليمن حرب صعبة واستنزفت طاقة الجيش المصري ماليا صعبة جدا. وعسكريا ومن كل النواحي. لسه أذكر وإحنا في تركيا لما كنا في زيارة رسمية في الدعوات الرسمية، كان قاعد جنبي اسمت إنونو رئيس الجمهورية الثاني في تركيا، نعم، وصار كلام عن حرب اليمن. قال لي عبد الناصر ارتكب خطأ كبير بالذهاب لليمن. عصمت أنونو اللي قال لك هذا الكلام. قال أنا يعني عصمت أنونو، أنا حاربت جميع الأقوام، حاربت الإنجليز، حاربت الصرب، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. أنا رحت لليمن، كنت قاعد حامية هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي. شهادة من ضابط تركي متمرس طبعا، إيه؟ ورئيس دولة بعد ذلك. قال لأنه يعني ما يحتاجون معدات ولا كذا، عندهم الجبال هذه وكل خرطوشة اللي يحطوها في البندقية ما تروح سدى، لابد أن تقتل أحد. وناس يعني يكتفون بالقليل.